حاسم مرحبا بك. الحملة الأمنية اللي تعملت ضد الانتصاب الفوضوي في جهة مرج سيدي البحري، ومن بعد تالتها حملة أمنية أخرى في برشلونة ونهج إسبانيا، وتقريبا خلاو كان النهج اللي بيعوا في الكتب المدرسية بما أنهم بداية دروس العام وباش سكروا عليهم. أنت نبدلك من باب سعدون وانت جي سوق سلعة بسلامة خلوا حتى حد اليوم، هذه الأولى. سوق العصر أنا باب جديد كذلك، الشوارع والحمد لله تطوى، أنا ريت برشا عباد بتعدي لبسوا مراوي ولا نشموا في الهواء على اليمين وعلى اليسار. أنا لمدة سنوات ما تجيب تمشي انت اخوك وانت قال لك لم الزيت، واصبح السوق مو سوق شرع، اصبح جينا من مالي ومن السودان ومن الكوتوفوار، اعمل باش وحط انا ريت غلال اللي كان فيه في في علم الخيال، عمري ما ريتها في العقل، حتى نصاجر هاي بيوفا كاكاكي كاكاكو كاكا لا 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 ما تعرف حد شيء. اليوم زيد نعطيك معلومه، اصحاب الكتب راه مسحوا اليوم، انا كنت تو من برشلونه من جيبالي جبت باب الجزيرة، حتى لأصحاب المحلات ما عندكش رخصة باش تحط نصبة البرة سلعتك في الحانوت، سلعتك داخل الحانوت. الثاني أصحاب المقيتة والسيد وزير الداخلية مشكور، قال بربي يعطوه مساحة نتاع أربع كراسي وأربع طواول وأربعتاش كرسي ماخذ أكثر، قال المترجم مش يمشي، هذه صير هذا يا كراسي، هذوك ما كان فيش يعملوا غادي، هما عطوا 10 متر هكا ماخذ كتار طو ما ثماش لحظات. سيدي الوزير فهمتني، حط اصحاب الكراسي منحه اعطاهم المساحه هذه وراء المسرح، ما عادش تعرفها ولا كان شركه النقل قبل كانت مستودع، قال لهم اخوي لا تخلصوا لما لا ضو بيعوا غادي، قالوا دير محصوره، قال لهم لا اكل اللي عملتوه سابق ما تمشي، كما خذ الرئيس قال نعرف على الطاوله ايش فيها الخمر والقمار وتكييف الزطله والكلام البذيء، المراه ما عادش تمشي وانت تسقسين وانا ما عادش اخوك لابوك، نهج اسبانيا وبومنديل ونهج الجزائر وباب الجزيره انس، اتكلم واحد وتتقلب سلعه ما تشريهاش تلكت على اصابه يعطوك تريحه، هذا ماشي. هذيك اصبحت هاني من جلمه ما يقدنا حد، وهنا من كوتوفوار ما يقدنا حد، وهنا من مالي عندنا حق من هنا. اليوم برا تشوف تمنيتك راك على عين المكان، باب الجزيره ومن جيبالي ونهج الجزائر وبرشلونه ونقول نعمل الاتصاليه الخربه هذيك وتمشي حتى الباساج وباب الخضرة. انا تو كنت اقرا الحمد لله اصبح النسيم من اللي من اللي صار، والمترجل ولقى راحته كيفاش يمشي، خويا اعمل رخصه واخدم على روحك وتكون قانوني، اما تجي الشاري ما يشريكش تسبه بوه امه الصعب الكلمه يلي كذا كذا يلي بيكل عليك الرجل بتعديه ومرته وبنته واخوه ما عادش يتعدى. المجازان سن حانوت كريه بزوز ملايين في الشهر وربع صناع باش سكرتوا عليه الباب تتكلموا تكتلوا عليه اخويا، ونعطيك القرار عن وزير الداخليه اصبحت فرقه قاره في برشلونه ومن جزائر بل في عاد مالي كانت تصير تو فرقه قاره، سياره الشرطه 24/24 اقرب ركاجات. ومشكور سيد الرئيس في الكلمه اللي قالها، قال راني نعرف مستأجرين بنات يبيعوا في الحرابش في باب علي اللي هي عندها سنوات نعرفها في قهوة الشيمينو، الرئيس البارح قال هاني مش نخاطبكم باللغة الدارجة، يعني بنيت راهو على البالي مستأجرين هكا جماعة اللي كيف تصور. منير بالنسبة للانتصاب الفوضوي، هل أنه فما ربما طريقة أنه تخلي الناس هذوما تعوض لهم تعملهم إسباس معينة باش يبيعوا فيها؟ يا سيدي عملوه ما حبوش، اعطاهم بس يعني اعطاهم قلهم حتى الماء والضوء بليش تتسكر العشرة متاع الليل، ها هو المستودع هذايا نظفته، كان محطة تاع كيران قبل في برشلونة هكا داير السور داير وراء المسرح بالضبط يفتح على المسرح البلدي قطار والقطارين، قلهم الكيران ما جن وعمل لهم فيه بالبادية ضوء وعملوا سبابل، قالوا لا راهي محصورة، قلهم شنو هي مشكلتها؟ ما يحبوش هذوك ناس هكاك ما تعرفش علاش، خاطر الرقابة شوف هي السلعة كلها موردة كلها مسروقة، تو انت قاعد قياس البايع تشوفوا اليوم غدوة ما تلقاش، إذا كان بيع لك حاجة الميكرو وضعي غدوة لا ما بعطيكش أنا الميكرو وضعي، ودي بعتوا لي أنت هاو صار لا لا مانيش أنا عندك ورق تمشي الحاك عندك ورق تشري فيها. أصحاب الكتب ما ثماش حتى كتاب أو كراسة مكتوبة شركة توزيع التوزيع، اللي شعارنا احنا في الكراسة هي الخطاف.
احنا مبدئيا ضد قطع الارزاق مهما كانت، وضد الفوضى مهما كان معتها، سواء هي واعي غير واعي، وازن او غير وازن، ضد الفوضى. وهذا ما نسموهوش احنا كما نقولوا فيها قطع الارزاق، بالعكس احنا نشوفوا جماليه المدينه وقضاء ومآرب المواطن بكل سهوله وبكل سلاسه. عطلها الانتصاب الفوضوي، وبين ظفرين الانتصاب الفوضوي راهو نقولوا راهي التجاره الموازيه، راهو فيه محطه التجاره هذيك الغير موازيه اللي هي منظمه يخرجوا للسوق وتخرج للسوق وللمواطن من غير اداه للدوله. وهما عندهم رام الرخص نتاعهم باش ينقصوا شويه بلغتهم هما على الشارج نتاعهم للدوله، فهمتني؟ مع هذا الانتصاب الفوضي لو عنده قداش من عام، مش انتصاب فوضي بالك كان في نصب. على فكره حتى البنوك فيها انتصاب فوضوي، باش نكونوا واضحين. هذوك مقتلوا عليهم فضاءات ويخلصوا كلك من اسمها قيمه معدلة وصغيرة لفايدة الدولة باش تتنظم الفضاءات هذيك. أنا حضرت في الجلسات وفي المقترحات، وقال لهم خويا اختارونا مجموعة تتكلم باسمكم، وجاءوا المجموعة، فهمتني؟ واقترحت عليهم الدولة فضاءات بعينها، مثلا في الفضاء بتاع المونجي سليم بعد الحفصية، فهمتني؟ اختاروا عليهم الفضاء بتاع شركة روسية للتوزيع اللي هنا في شارع كارتاج، اختاروا عليهم فضاءات غادي من برشلونة اللي تابعة الدولة تابعة البلدية. ما إنها المواطن يقصد إذا كان باش يقضي أقل أسعار يقصد الفضاءات هذيك، وتبقى الأنهج ولا والشوارع ونقولوا نحن والساحات فاضية باش المواطن حتى كيف يمشي يقضي حاجة ما يتعطلش. اللي خلص في باتيندا وأدايات للدولة يبقى يسترزق في نفس الوقت، وكل واحد عنده الحرفة نتاعو، كسوسوا اللي بوتيكات اللي اسعارها الفوق او متوسطه، والمواطن الزوالي ما نجم يقضي الا من الفضاءات هذيك. فيها شي حاجه هذه هما يحبوا، مع انهم مش هما ثم رؤوس اخرين كبار، رؤوس كبار ما يخلوهمش يمشيوا غادي، فهمتني؟ ويمنع عليهم غادي، ويمنع عليهم باش يساهموا في المدخول نتاع الدوله. في الوقت اللي انت تطالب كل شيء من الدوله، تطالب الكياس وطالب الاناره وطالب النظافه وطالب برشا حاجات، لكن الدوله راهي عندها امكانيات كما تدخل الناس ما تجيبش توفر لك حتى شيء. يعني مثال الصباح كنت باش نقضي قضيه في اداره او في مصلحه طبيه، فهمتني؟ نستهلك اقل وقت من المعتاد، وفي نفس الوقت اللي باش ينتصب ياخذ كلك متر 3-4 متر وينتصب ويخدم، يعرف روحه السنة عام الجاي 10 سنين يعرف روحه في البلاصة هذيك معروف، وينجم يعمل حرفاء زاد في نفس الوقت، فهمتني؟ نرجع حاجة أخرى، هذه حاجة خارقة للعادة وهي جات متأخرة، راهي متأخرة برشا. وعلى فكرة نزيد نعاودها، ضد قطع الأرزاق وضد الفوضى مهما كان ماتها، هذوما شيئين ينجمكم نقول توقع فيهم معادلة وعدالة والناس كلها تخدم على الأرواح، فهمتني؟ نرجع كما قلت لك، أنا فما فوضى حتى في البنوك. نعطيك أنا مثال، الميكرو كريت التيسير عنده مساهمة فيها البنوك الخاصة بربح أكثر من البنوك اللي هي محلولة تعطي قروض لرجال الأعمال والناس اللي تنجم تاخذ قروض. هذوما إيش قعد لهم؟ ما هم الزواو اللي ما ينجموش ياخذوا قروض من البنوك هذيك، هي عبارة عن مؤسسة كما ميكرو كريت تيسير أندا، لكن بانتريس يوصل ل 28%. وادخلوا، انا عملت بحوث، فهمتني؟ في المؤسسات هذه شكون المؤسس فيه؟ البيات التجاري بنك، اسمها هذيك البنك التونسي، بنوك، عده بنوك مساهمه فيها باش كمل سيدي، ماك تربح انت من رجال الاعمال وتربح من الشهالي، هيا كمل صيد بالكركار المواطنين الكل، حتى المواطنين الزواولة اللي ياخذوا في مساعدات من الدولة. هذيك راهي البنوك ما سايبتهمش. أنا نقول بنك المسؤولة الكبيرة، الله لا يربح لها كما نقولوا فيها، سامحني ما تقصهاش هذه، هي البنك المركزي التونسي عنده فافوري ويراقبهم الكل ويعاقبهم الكل. علاش؟ ثم مديرين في البنك سنترال متمعشين منها، فهمتني؟ ونرجع باش ما نكثرش برشا اسماء، برشوفو تاع تونيزي فالور يا ابو القاسم الشابي، شوف تاع شكون، وشوف قداش مساهم من بنك، فهمتني؟ مش نساب فوضى في خطرة، نساب فوضى في كل شيء. انت اليوم تلقى اللي هنا يغشك وتاخذ حاجات ما هيش مريقلة، يقول حاجة تفلكس عليه ما تلقاهوش.
هذوك من اللي جيتي عند التجار الكبار اللي هما عندهم رخص، حتى هما زادوا من السايد وبالكركاله زادوا في المواد.